السلام عليكم. يوم ما ثم اسماعيل العوش اكو ما ثم وليد، واخيرا وما ثم وليد اختكي نخ في زيارة. اتمنى ان شاء الله سلام في خاص يفوج بس ديال الشفاء ان شاء الله. زيد ساقا مغدي مطار العروي قنطرح غانشي زيارة خوا ستيت من غير جديد تيارة أكين غير ماش مواليد أقتديها شينا قان غزاف نشد واليد باش هذا يستغيل ليغ باش تعاون أغ مريخ سامان مريخ شن حاجت إن شاء الله إن ياسي شن حاجت والدي يومي غير خسورة عبيرو كده سفراحت ما شاء الله ما شاء الله والله سفراحت السيخني رعيني الله بارك الله عليك يا وليد. واخيرا وليد قف في دياره حاجته غا درجه سنين ويكو غا المانيا دعامه كيس الشفاء مره من دوم غاينيغ الخو وليد قايت رجع الطاقه من جمعيه امانه اللي فغايش تقبل لندي فرانكفورت الخو قا نغضي تياره ديك غامض لايف سنتين زي مطار عاوي قنغ ستيت نغدي طيارة ونتمنى ان شاء الله انا بخير وعلى خير تسجوم تخوم الطاس ونقراهم دعمك وليد سور نوم لان وليد استاهل وهذه راحة دي دوا دي المانيا عامل انت ذا دي المطار مرة سهل خاص الامور مرة وديس بتاعود وكشي يشتغس وليد معاونا كيس ما شاء الله صدر سبعين تبارك الله سكوشي سكوشي وذا المطار معاون مكيس ما شاء الله طريق السلام أخويا وليد ما شاء الله وتقذك مني ولابد أنسى التليفون باش نطار قوانين السلام هذه السلام عليكم.